تمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتها تعدي على خير. يتوزعوا الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعه. وانت يا ابني انت وهو طبعا ما حدش قدكم، اخر ليله هتبقوا في السجن. يتوزعوا على عنبر الافراج. يلا خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحين. ما روحين ايه؟ خدنا افراج يا راجل. والله كنت حاسس ان انا مريض. يا راجل اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل هعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا الدواء المره دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس ومطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف انا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب، البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طبره. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك بره يا كلب. علاج يا نعم اجازه فيه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فيه. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالك شهر يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ناسي يا فندم. يعني ايه اجازه؟ ناسي يا فندم. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ حاجه غريبه قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده كشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي واضح ان اقعد يا ادهم. خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي؟ نجيب له دي في دي؟ هو متهيألي عنده بطاطين كفاية مش محتاج الفيديو ده. الموبايل يبقى كده تمام. بسيطة جدا الموبايل، ايه المشكلة يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. على الأقل يتصل بالأولاد كويس ويبعت يجيب بالمرة صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانة. وناخد له زنزانة أجار جديد، واحدة بتطل على البحر والتانية بتطل على الشارع. ده عند أمه. عند أمه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحذر. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيه اتقربت، خلي دوسيهك يعدي على خير. واظن انت محتاج الترقية دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك أكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائية وكملت وخدت ليسانس.
الاسراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبه لاجازه السول، اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها، في ظهرها، في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله. يا فندم يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني، انا حمشت الموضوع عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا، انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا، ما تحرجنيش يا هاني. خلاص كده، خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب هو يا باشا، وادي الان كمان يا هاني. في كيلو دور، انت غريب غريب يعني انت. يا ساتر. انت مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا، فهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني، والا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا، امر سيادتك. ماشي. طب غريب يعني. خلي الحيوان ده يخف شوية من على البنزين. لا فندم، دي أموال حكومة. ولا فضل روح، أنا مش مسافر. فضل هتصلني، هركب طيارة أنا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي. يعني إيه شكيناس بنتي أنا اللي تحمل اسمي رياض باشا المنفلوطي، حامل التاريخ، حامل اللواء، تنحرف بنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود أكبر في خلفتها، يجي اليوم عليها انها تنحرف. يا نهار اسود يا نهار اسود. كل ده عشان بنتها جت عند مامي النهارده. ما هي لو حداد بس ماشي. يعني ايه يا نهار اسود؟ تاني من اختك؟ يعني النهارده اربع يا هاني، وده معناه درس المزيكا اللي انا رفضته لسعادتك بكل تبجح وصفاقه وقله ذوق، انك توديها عن ضمك. من فضلك اسمها مامي. ايوه، نسيب المصيبه الكبيره ونتكلم في مامي وضمك. مصيبه عشان بنتك بتتعلم مزيكا؟ عصتك بتتعلم الحرام. انت بتقول ايه؟ بس خلاص قرار. اسمعي يا هلا، مصيبتك مش اسمعي خالص خالص. لازم تفهمي ان كل كبيره وصغيره في البيت ده انا ما اعرفها، وحتى لو ما حصلتش احترمي نفسك يا هاني. احترمي نفسك. اللي اتعدم عذاب وسواد لما تريد فرغت ونموت. اسمعوا صوت الجدعنة وشهامة الأقوياء. لو عديت يا ابن آدم على بحر لقيت غريق شده، ولو مش عايز يطلع هيحاول مرة تانية جدا شده تاني، حتى لو عدك وشده ومرضيش برضو اطلع معاك، دوس على دماغه وغرقه وحطه. Oh,
لندح بقى. انت مين؟ اللمب. لمبك؟ لمبك انت بتكلم سخان؟ اللمب انت. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت امتى؟ انا من امبارح وانا هنا. دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده؟ يعني اتخنقت شويه. انده بقى والنبي. نهارك طين. نهارك اسود. والله يا عبد الباشا. والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه. حقيقتي ايه؟ اصل عن الخدعات وسقطت عبد. اخرس! جاي السجن امبارح وعاوز تهرب.